العناية بالبشرة من الأولويات بحياة المرأة، من الطبيعي أنه تهتم بالحفاظ على رونقها ونضارتها، وأنه تعرف كيف تعتني فيها بأيام العيد يلي بتزيد اهتمام المرأة بجمالها وبإطلالتها. لحتى نتعرف سوا أكثر على أهم الخطوات يلي لازم نتبعها للحفاظ على جمالنا، وخاصة بأيام العيد بصيرنا أنه نرحب بسوزانا مصعب بأخصائية التجميل. صباح الخير صباح الخير سوزانا. يسعد صباحك. صباحك، كل عام وانت انت بخير يا رب. اهلا وسهلا يسعد سوزانا. صباحكم. اهلا. بالبداية يعني كل سيدة بشهر رمضان الكريم تكون ملتية شوي بالمهام تبعها وبتحضير للإفطار والسحور، يمكن شوي بتهمل حالها، بيجي العيد بتحب تهتم بجمالها وبإطلالتها، هون كيف بتنصحي كل سيدة كيف تقدر تهتم بجمالتها بجمالها وإطلالها بأيام العيد؟ الجمال والأناقة حلم كل السيدات. لتقدر كل صبية تهتم بجمالها لازم تهتم ببشرتها وشعرها وأظافرها قبل العيد. لازم تعمل تنظيف بشرة قبل بأسبوع من العيد، وتعمل تصبغ شعرها وتعمل حمام فيتامين لإله، وتعمل أظافرها وتعمل لهم بيلينج لإلهم. نعم سوزانا، يمكن الطقس كمان كتير بيأدي لأنه ما كتير تهتم بحالة، مثلا تنظيف البشرة مشان الشمس، الصيف بشكل عام يمكن وحاكم بالعيد. خلينا نحكي شوي عن تنظيف البشرة، قديش هو صحي أو مضر؟ يعني لازم يعملوا تنظيف بشرة ويضلوا وقت بعيدين عن الشمس أو بعيدين عن تأثيرات الضوء؟ لازم تعمل تنظيف البشرة كل صبية، ما في وش يعني ما بحاجة لتنظيف بشرة. هذا الطقس كتير سيء صح؟ إذا حدت واقي شمسي ما ما بيأثر، بس المهم ما تعمل تقشير لبشرتها لأنه شمس وشوب كتير. قديش لازم الفترات تكون بين تنظيف البشرة؟ يعني كل قد ايه؟ كل 6 شهور. كل 6 شهور ممكن تنصحي. هلا سوزان، كل بشرة أكيد لها اهتمامها الخاص وعنايتها الخاصة، خلينا نتعرف على أنواع البشرات وكل بشرة لشو بتحتاج. أوكي. أنواع البشرة عندنا 4 أنواع. أول شيء البشرة الدهنية، هي بشرة بتكون كتير فيها لمعة ومساماتها واسعة وفيها رؤوس سوداء كتير، بس ميزاتها أنه تجاعيد بتظهر بوقت متأخر فيها. أهم ميزاتها وأهم ماسك لها هو ماسك الصبار، فينا نعمله ماسك الرمان عفوا. نعم ما مشكلة. ماسك الرمان لتقدر كل صبية تهتم فيها، لازم كل يوم تمسح وشها بمي الورد، وما تحط كريم مرطب بشكل يومي لأنه بيزيد من إفرازات الدهن لإلها. عندنا النوع الثاني هو البشرة الجافة. البشرة الجافة بتكون بشرة كتير رقيقة وبتأشر كتير وكتير حساسة بتكون، فمن بعد عنا المواد الكحولية لأنه بتحسسها كتير. وأهم ماسك لها هو ماسك الصبار، وكل يوم لازم نحط لها المسا كريم مرطب لحتى نعطيها نضارة أكتر. وعنا البشرة العادية، هي أكتر بشرة فيها نضارة. هذا ثالث نوع بشرة. أكتر بشرة فيها نضارة واللي بيكون تغذيتهم جيدة وصحية هن بيكونوا أصحاب هي وبيمارسوا الرياضة، بتكون هي كثير مهم يمكن نوع التغذية اللي بيتناولها كل شخص. يمكن أول السيدة يعني بتنسى هيك موضوع. صحيح أريجة سوزانا، بس خلينا شوي هيك نعطي أنواع من العناية أو الماسكات المنزلية، يعني بعيدا عن تنظيف البشرة عند الدكتور أو شيء. أنا ذكرت لكل بشرة نوع ماسك. تمام يعني. خلينا نحكي بالعموم بالبيت. ايه فيها تعمله بالبيت. هلا البشرة العادية كل الماسكات بتناسبه، وماسك الفريز هو كتير منيح لإلها. طب أهم ماسك هلا بالصيف ومسبح وشمس هو هذا أهم ماسك لإلها، الفريز؟ ايه الفريز. كيف؟ بس الفريز بتخلطيه وبتحطيه على وشك بعدين بتمسحيه بمي دافية. حلو. كمان المورد كنت عم تخبرينا انه كثير مهم للبشره الدهنيه يمكن؟ ايه المورد هو لكل البشرات المنيح لانه هو بيعقم كل الوش. هي فيها كل سيده تحط منه يمكن بعد ازاله المكياج او ممكن قبل النوم؟ بعد ازاله المكياج قبل النوم بتمسح وشها بتحط كريم مرطب قبل ما تنام. نعم. يمكن دائما بنحس انه مع كل فصل شو عنده فواكه او شو في خضره هي كثير مهمه للبشره، يعني كل فواكه بموسمها هي مهمه كمان للبشره. شو هي الطرق يلي فينا نحن يعني بنحطها بالخلاط وبنحطها على وشنا بعدين بنمسحها او كيف؟
هلا البشرة الجافة فينا نعملها ماسك برش التفاح مع الجلسرين ومعلقة حليب كتير بتفيدها. بنحطهم بالخلاط وبنحطهم على الوش بنمسحهم بمي مي دافية، هي فينا كل أسبوع نعملها مرة. والبشرة الدهنية هي أثبتت الدراسات إنه أهم ماسك لها هلا هو ماسك الرمان، وماسك الحليب والعسل كمان كتير منيح. كيف الرمان؟ الرمان كمان نعصره وبنحطه بنمسح فيه الوش. قديش الفترة لازم يضل على الوجه؟ نص ساعة. نص ساعة لحتى يمكن تتشربه يعني البشرة. كل بشرة لتتشربه يعني كل ماسكات بدها نص ساعة تضل على الوجه. يعني كل ماسكات بشكل عام. نص ساعة. بعد نص ساعة بتمسحي بمي دافية. مي فاترة تكون. مي فاترة. نعم. كمان للبشرة المختلطة شو ممكن؟ هلا البشرة المختلطة يعني هي بتشمل كل أنواع البشرات، بيجي الجبين والأنف والدقن فيهم لمعة ورؤوس سودة ومسام متوسعة. أكثر ماسك هو مهم إلى ماسك الأوليفيرا كتير منيح بيفيدها. ما فيها تعمله ست البيت بالمنزل؟ لا هذا بينشر جاهز. يعني اذا جابت يمكن نبتة الاوليفيرا ممكن انه تستفيد منها تعملها تعمل منها ماسك لحالها. نعم يمكن مو الوش هو العناية فيه هو شيء رئيسي ومثل عم هو بياكل الجمال الداخلي. تماما. خلينا نحكي عن يمكن جمال البشرة بشكل عام، ان كان من ايدين، اهمية العناية فيها، اهمية كمان انه هلا نحن بفصل الصيف والجفاف كتير بيكون بالبشرة. قديش مهم لازم قديش كتير مهم انه كل صبية تعتني بكل ست بيت تعتني بإيديها. هلا في عنا طريقة ممكن نستخدمها بالبيت، وفينا اذا بدنا نروح على المركز نعمل بارافين. بس خلينا بالبيت نحن. بالبيت اول شيء. بالبيت اول شيء لازم نعمل سكراب، هو مقشر بقيم جلد الميت وبناعم الايدين. بنعمل اول شيء سكراب نتركه 5 دقائق، بعدين بنغسل بمي دافيه. بعدين في خلطه راح اقول لك عليها، بنجيب علبه فازلين ومعلقتين جليسرين دواء سائل، وبنجيب معلقه فيكس وكريم تفتيح اي كريم تختاري، وبنحط معلقه جليسيليد الكريم الاحمر، بنخلطهم كلهم فينا نحطهم بالفريزر. كل يوم بنطلع معلقه وبنضيف عليها عصير نص ليمونه ونحطه على الايد مرتين باليوم، بفتح الايدين وبينعمهم وبيصيروا ورديات. مو بس للايدين كمان يستخدم هذا الماسك للايدين؟ هذا للايدين. اوكي. هلا في عنا كمان البارافين، هذا اذا بدنا نروح على الصالون هو بيعالج الام مفاصل والعظام، هو شمع سخن بينحط على الايدين، نتركه بنعمل اول شيء بيلينج، بعدين بنحطه على الايدين بنتركه ربع ساعه. بعدين بنشيله بيقشر طبقه الميته وبينعم وبفتح الايدين. هلا نتيجة بالماسك يمكن اللي كل سيدة بتقدر تعمله بالبيت، قديش نتيجة ممكن تحصل عليها تكون راضية عن حالها؟ هلا بدي احكي عن ماسك لكل البشرات للوش، فيها تستعمله بيناسب كل البشرات، ماسك خميرة البيرة مع معلقة حليب، هو كتير فيه فيتامينات وبيغذي وبيفيد. فينا نعمل كمان ماسك الليمون، بنحطه بفتح وبيزيل البقع والكلف، كمان بيناسب كل البشرات. نعم، خلينا ننتقل للأظافر وللعناية بالأظافر كمان. كان هذا الموضوع عجلي كل سيدة عجلي برمضان، عجلي كثير وهيك بتقطقوا الأظافر. أكيد. كيف هي تهتم فيهم؟ كيف هي تقويهم كمان بالمنزل؟ أوكي. بالمنزل بدك كيف هي تقويهم؟ في مقويات فينا نستخدمهم تاخذهم من عندنا من المركز. في شيء منبيعه فيه سيرومات وتوم، فيها تستعمله وبتحطه على أظافرة. هلا اللي تقدر تهتم فيهم بالمنزل بدها تكون عم تهتم فيهم بالمركز قبل وتكمل. بالمنزل فيها تعمل جيل بولش عليهم، هذا بيناسب لكل ست بيت بتشتغل وما عندها وقت تهتم بحالها، بيضل من 3 أسابيع ل4 أسابيع. وبيعمل طبقة بيحمي الأظافير من انه تتكسر، وقد ما اشتغلت وكذا هو لون ثابت بيضل. هي ممكن تبلش فيهم بالصالونات وهي تكفي عناية بالبيت فيهم. تمام. هلا كمان في اشياء كثير بتهم كل صبية هلا يمكن نازلة جديد ودارجة موضة، هي الرموش يمكن الدائمين. قديش ممكن كمان يكون لهم فائدة وقديش بيضاينوا؟ وقديش كمان يمكن في كثير صبايا بتخاف على رموشها من انواع التلزيق، خاصة يعني اذا عندهم مناسبة او حتى هلا بالصيف ما حابين انه يمكن المسكرة شوي على فصل الصيف انه تضايق لهم عيونهم، ممكن يستخدموا هالرموش. هالإكستنسن لاسج هنن أحدث شيء وصل على البلد، هنن ما بيأذوا أبدا لأنه هنن شعر طبيعي بيتركبوا على الشعرة مو على البصلة. بميديكال جلو لزق طبي،
بيضاينوا من 3 أسابيع، بيضاينوا من 30 يوم ل90 يوم. ما بيضاينوا 6 شهور، في عالم عنده فكرة أنه هن 6 شهور. اللي بيضلوا 6 شهور هن بيكونوا عم بيلزقوهم بجلو، بس الميديكال جلو بيضاين من 30 يوم ل90 يوم. يعني ما بيضر، هو التلزيق يلي بيقولوا هو التلزيق بيتركب على الشعر، وهنا شعر الرموش كل 90 يوم بيهروا وبيرجعوا بيطلعوا بشكل طبيعي. وعندنا 90% من شعر الرموش بيكون شفاف ما بيبين، وقت نركب عليهم بيبينوا اكثر، بيعطوا نظره طبيعيه وجذابه وبيريحوا لكل حدا عنده شغل ما عنده وقت يهتم بحاله. نعم. يعني عن جد عن جد لا، انه في كثير اشياء حتى بعالم التجميل عم تدخل لعنا على البلد، وعم بتكون عم توفر يمكن شويه وقت للسيده اللي ما عندها كثير وقت تهتم بحالها. صحيح، يعني كثير من السيدات نحن اليوم يعني حابين نضوي لهم على تفاصيل هن فيهم يقوموا فيها حتى لو ما عندهم وقت، حتى لو ما بيقدروا يروحوا على مراكز تجميل. خلينا ننتقل ايضا للشعر. كمان الشعر سري قديش مهم، عناية بالشعر، زيوت، كريمات، كتير مهم إبر. كتير مهم تعتني فيها السيدة، تاخذ ماسكات تعتني فيها بالبيت، وفيها تعمل حمام فيتامين بالصالون. كمان زيت جوز الهند كتير مهم، جديد نزل كمان للشعر، بيغذي الشعر وبيطوله وبيعطيه نضارة. في كتير قصص يعني ممكن تجيبها السيدة. في ناس بيقولوا انه لازم ينحط مثلا زيت جوز الهند على البصلة، وفي ناس بيقولوا لا لازم بس على لا على الجزر. على الجزر يعني على اطراف الشعر، عفوا اطراف الشعر، لانه في ناس بيقولوا انه صح تحطيها بارض راسك. لا على اطراف الشعر. يمكن كل انواع الزيوت يفضل انه ما تنحط على الجذور، تنحط على اطراف الشعر، لانه هنا اكثر شيء بيكون، لانه الجذور بتكون عم تطلع شعر جديد، عرفتي؟ اما اطراف الشعر هي بتكون مصبوغه، هي اكثر شيء بتكون تعبانه. قديش الوقت كمان لازم، كل قديش السيدة تهتم بوضع الزيوت على شعرها وتعمل كمان يمكن خلطات بالبيت؟ هلا كل 15 يوم منيح، يعني في ماسكات فيك تستخدميها مرة بالأسبوع بالبيت كمان. نعم، يعني قديش هلا بداية فصل الصيف يمكن كل الصبايا بيلجأوا للمراكز للعناية بإيديهم بإجريهم كذا هيك، قديش لازم ما بين كل فترة وفترة تزور السيدة المركز؟ هلا كل شهر، هو يعني كل شهر مو أكثر، كل شهر حتى يضلوا مرتبين أظافرها. في عالم تحب كل 3 أسابيع، بالصيف أكثر، في عالم كل 20 يوم، بس إنه يعني المينيمو واللحم الميت وهيك كل شهر، كل شهر لازم ينقم. يمكن كل صبية شوي بتكون يعني نسيانة حالة بالشتوية، بتجي على الصيفية لتعمل لتعمل كل شيء وتهتم بحالها. هون شو بتنصحية؟ هلا أنا بنصح كل الصبايا إنه يهتموا بحالهم بكل الأوقات، يعني بالصيف وبالشتاء، بس بالصيف اجباري بيهتموا اكثر بحالهم. بنصحهم يعملوا جيل بوليش لانه كثير بيريحون، بيضاينوا من 3 أسابيع ل4 أسابيع. بنصحهم اللي اظافرهم تعبانين وما عم يطولوا يعملوهم جيل، يحطوا لهم اكستنشن ويحطوا فوقهم جيل، بعد فتره بيطولوا اظافرهم بتصير طبقه الجيل على اظافرهم، بتريحهم كمان. نعم سوزانا، نحن كثير بدنا نشكرك على كل التفاصيل والمعلومات يلي قدمتيها اليوم، وان شاء الله تكون كل السيدات استفادت. ميرسي كثير سوزانا. شكرا لك كثير خبيره التجميل سوزانا مصعب، ونورتي صباحنا. ميرسي، وانتم نورتوني. بمشاركه